مساكي عبد الإله. شكرا نهى وشكرا عبد العزيز. اذا مرحلة او محطة جديدة في مهرجان الجنادرية 33، مهرجان الجنادرية اليوم بتنوع تراثه وحضارته، الا ان الحضارة موجودة وزاخرة في اركان عسير. اول ركن من اركان عسير هو ركن الرسم مع سهام جبران، نتعرف على هالركن. مرحبا سهام، الله يحييك على شاشة القناة السعودية. اليوم أنت مشاركة في مهرجان الجنادرية وبخصوص في بيت عسير، حدثينا عن ركن في بيت عسير. أولا مساء الخير، أمسي عليكم جميعا. أتحت لي فرصة من قبل أمارة منطقة عسير لتمثيل قرية المفتاح التشكيلية كأحدى فناناتها في الجناح عسير للجنادرية 33. صراحة من أروع الفرص وتمكين عالي للمرأة خاصة في المجال الفني، وعسير كواجهة تتمثل فيها الفن بجميع أشكاله وهو واجهة فنية قديمة، فلنا ولله الحمد فرصة ومجال لإظهار الفن بجميع مدارسه بجميع أساليبه بجميع أشكاله. إيش اللي حبيتي تقدمينه في ركنك سيان؟ الآن كمرحلة مبدئية للجنادرية لأنها مدة تقريبا 21 يوم، فبداية عرضي لمجموعة من الأعمال اللي تمثل المدرسة التجريدية والمدرسة الواقعية. أيضاً فيها أنت تشتغلين على مجموعة مجسمات اللي عسير وأيضاً القط العسيري، حدثينا عنها. طبعاً لتوثيق فن القط العسيري ضمن التراث الغير مادي لدى منظمة اليونسكو عام 2018، كان لي مجال في توثيق هذا القط وتجسيده بشكل معاصر ليمثل الحداثة وما بعد الحداثة. الآن أعمل على أعمال مجسمة تظهر الفن القط لكن بطريقة معاصرة، دمج الخامات الطبيعية من الأحجار من الحديد ذات عمر زمني طويل، توظيف فن القط بأسلوب معاصر يتناسب مع التوجه الجديد في الرؤية مع الرؤية الجديدة. في المرحلة المقبلة من الجنادرية راح يكون في جناح عسير عرض لهذه الأعمال خلال اليومين القادمة إن شاء الله بإذن الله. سهام جبران شكرا جزيلا لك. إذا كما تابعتم مشاهدي الكرام كنا في ركن سهام جبران واللي عرضت من خلال ركنها أهم المدارس الجديدة في حرفة الرسم، والرسم يحتوي على مدارس مهمة كثيرة، وأيضا تعمل على مجسمات معينة ستحضر في جناح منطقة عسير خلال الأيام القادمة. أيضا السدو كان حاضر في بيت عسير ومن خلال أركانه. مرحبا بك فهدة الحارثي، اليوم أنت معي وبرضه مشاركة في بيت عسير في مهرجان الجنادرية 33، حدثينا عن هالمهنة والحرفة. والله المهنة والحرفة السدو جميع الألوان فيه بالسنارة اللي هذا جميل. هذا شفت هذا السدو بالسنارة شفت يا طويل العمر جميل. أهم الأنواع اللي صنعتي من خلالها هالحرفة؟ والله أهمها السدو اللي مطروح كذا، فيه كبير وفيه صغير وفيه. أنا أشوف سجاد عندك. شوف سجاد وكل هذولي أشكال والوان، شفت؟ وهذا كذا. أول مشاركة يا فهدة؟ أول مشاركة شارك. كيف شايفة مشاركة؟ والله ما شاء الله تبارك الله. كل شيء مميزة؟ مميزة وكل شيء زين، والله يسويها لنا ولكم إن شاء الله. أيضا فهدة مشاركة اليوم في جناح منطقة عسير أو بيت عسير من خلال الأجنحة التي تعرض معظم الحرف. هنا مجموعة من الحرف ومجموعة من الصناعات اليدوية التي تهتم بها منطقة عسير، كانت حاضرة في بيت عسير ليكون هناك مزج بين الماضي المجيد والحاضر المزدهر الذي سيراه الأجيال اليافعة. أيضا هنا أهلا وسهلا فيك، عرفينا عليك. أم فايز. أم فايز اليوم حدثينا عن ركنك، اليوم أنت مشاركة في بيت عسير، حدثينا عن ركنك اللي في بيت عسير. والله زي ما أنت شايف هذا حرفتي وفيه حرفتنا القديمة وفيه المطورة اللي أنت تشوفها الحين. كيف شايفة الحضور؟
لبيت عسير والجناحة؟ والله كل شيء زين الحمد لله في قرية عسير، كل شيء زين الحمد لله. عرفينا عن بعض الأشياء اللي تصنعين بها الخوص. هذه الخوص كنا من زمان نصنع منها هذه الطفشة، محفرة، مطحن، سفرة عادية شوفها قدام هنا. هذه طورناها شوي، ركبنا فيها الحاجات هذه، وهذا عند الحين هذا التطوير. صلحنا من الصندوق، صلحت من الصندوق هذا، صلحنا من الشنط محفظة، صلحنا من حق مناديل الفايل، شنط صفر، حاجات حقت ثلاجات، سلل ثلاجات، وطورنا يعني تصلح صفر صغار وكبار وكل شيء الحمد لله. أول مشاركة لك يوم فايل؟ لا هذه ثالث مرة. وإيش اللي اختلف؟ كل شوية الجنادرية أحسن من أول، السنة هذه أحسن من العام، والعام أحسن من اللي قبلها، واللي قبلها أحسن من اللي قبل. أنا شفتها كلها ما شاء الله، في اختلاف كثير والله ما شاء الله. الله يعز الحكومة ويحفظ لنا ملكنا سلمان ومحمد بن سلمان، والله يديم علينا الأمن والأمان. آمين. شكرا لك يوم فايل. الله يحفظكم بعد أنت ويا الإعلاميين، ويوفقكم ويقويكم. آمين. ويبارك فيكم. شكرا لك يوم فايز. إذن كما تابعتم مشاهدي الكرام، كنا في عدد من الأركان اللي في بيت عسير، جناح عسير مليء بعدد من الحرف والأشياء التراثية المهمة اللي مزجت بين ماضي وحاضر، تواجدت هنا لتعريف الجيل اليافع في مراحل المتقدمة بما كان يحظى به الجيل الماضي، وبما كان موجود معه، بما كان يواصل حياته بها من سدو وخوص وغيرها. هذا ما كان لدي زميلي عبد العزيز ونهى، أنقل لكم المايك. شكرا لك.